اختطاف وابتزاز وتزوير واتجار بالبشر ومخدرات. خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تمكن جهاز الاستخبارات من الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من 40 عنصراً أجنبياً في بغداد ومحافظات أخرى. الخلية كشفت أيضاً أنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعات ميدانية استثنائية وبعد تنفيذ عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى، تمكن جهاز الاستخبارات الوطني العراقي بالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية من الإطاحة بالشبكتين، وتم اعتقال كافة عناصرهما وضبط المبرزات الجرمية التي كانت بحوزتهم، حيث ثبت تورطهم بارتكاب جرائم مختلفة كان أغلب ضحاياها من المواطنين الأجانب المقيمين في العراق. وقبل نحو أسبوع كشفت قوى الأمن الداخلي في لبنان عن توقيف عصابة تعرف بالتيكتوكرز، وهي مجموعة من الناشطين على تطبيق تيك توك كانت تستدرج الأطفال لاغتصابهم ثم ابتزازهم.